أقوال المستشرقين. أقوال بعض المستشرقين الذين أعجبوا بالرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. والديورانت يقول في كتابه قصة الحضارة إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أعظم عظماء التاريخ، فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانيه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله، وقل أن نجد إنسانا غيره حقق ما كان يحلم به. لسنا نجد في التاريخ كله مصلحا فرض على الأغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم لإعانة الفقراء. تدل الأحاديث النبوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على طلب العلم ويعجب به، فهو من هذه الناحية يختلف عن معظم المصلحين الدينيين. المفكر الفرنسي لامارتين يقول في كتاب السفر إلى الشرق: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة واعية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ محمد؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق.